أنا سعيد بزيارتي لمؤسسة مجموعة مدارس جون جوريس بالدار البيضاء، وبدعوة من مديرها السيد الحاج إبراهيم ألقيت محاضرة حول 11 يناير يوم المطالبة بالاستقلال، ووثيقة 13 يناير كذلك المطالبة بالاستقلال، وبدأت ذلك بالحديث من بداية القرن إلى أن وصلنا إلى المسيرة الخضراء. وقد أعجبت كذلك بالحضور المتميز الذي استمع إلي وتابع هذه المحاضرة، كما أنني أعجبت بالمدرسة وأعتبرها مدرسة نموذجية، سواء على مستوى بنائها أو تجهيزاتها أو طرق التعليم فيها، وأعتبرها نموذجية حقيقة تستحق كل الشكر والتقدير لمؤسسها ومديرها وأساتذتها، وأتمنى لتلامذها وتلامذتها النجاح والتوفيق إن شاء الله. يصعب تفسيرها بدون استعانة بالقاموس، لكن عندما يكون الكاتب صحفي في الأصل اليوم مجموعة مدارس جون جوريس بمدينة الدروة استضافت شخصية إعلامية بارزة من النخبة، من المؤسسين ديال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون سي صديق مانينو، اللي اليوم جا باش يتواصل مع الطلبة التلاميذ الأطر التربوية ويتكلموا على واحد المحطة تاريخية مهمة اللي هي 11 يناير تقديم وثيقة الاستقلال. لأن للأسف الشديد كاين واحد الجيل صاعد اللي ولا بدا خصنا نقربوه من التاريخ ديالنا، خصنا نقربوه من المحطة التاريخية باش يكون عنده واحد الإلمام بالوطن ديالو وبكل التفاصيل اللي عندها علاقة بتاريخ المغرب. فالأستاذ اليوم on peut dire il a partagé son parcours، خصوصا من بعد الكتاب الأخير اللي صدروا على المسيرة الخضراء باللغة الفرنسية والعربية، وكانت فرصة كذلك للتلاميذ باش يتعرفوا على هاد الشخصية البارزة، يتعرفوا كذلك على بعض التفاصيل والكواليس ديال العمل في التلفزيون بحكم أن السي صديق معنينو من المؤسسين ديال القناة. وكنظن أن التعليم في المغرب يحتاج إلى هاد الأنشطة الموازية باش طالب أو التلميذ تكون عنده واحد الشخصية قيادية، تكون عنده واحد الكاريزما. كاين التكوين الأساسي ولكن كاين كذلك صناعة الشخصية، فالمغرب يحتاج إلى كفاءات لديها شخصية ولديها مستوى معرفي وثقافي باش نقدروا نزيدوا بهاد البلاد القدام.